وليد 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 رد عليا يا وليد رد رد وليد حكيت لك ليالي يا ولدي صاحبها وابتسم اللي قلبه كبير كيف قلبك هيعيش والناس تحبك والمال عليك الحمص ميل وياه الزرعه لما تميل في وش الريح ذكيه هتقدر تعيش الشهود اكدوا ان هم مجموعه كبيره من الصعايده كانوا مسلحين بطبنجات وآلي هجموا على الشارع وكسروه وحرقوه واحنا في انتظار المعاينه شكرا خير يا باشا انتوا عاملين لجنه هنا خدت بطارك وحرقت الشارع يا عبد العزيز بطارق ايه بس يا باشا انا سيادتك كنت مسافر اهو لسه راجع قدام سيادتك يعني وادي الباسبور اهو ملوش لزوم انا متاكد انك انت كنت مسافر بس ده ما يمنعش انك ورا اللي حصل برضو ماشي انا مرهق يا باشا وعايز اروح يعني بعد اذنك ممكن نفتح؟ تفضل
وحشتيني. اقطعني كان مشتري لك البدله الحلوه دي. بقالك 1350 بدله. دريت باللي حصل؟ العركه كانت وقره قوي بشارع عبد العزيز كله اتكسر. واحنا مالنا؟ تعالي بقى ما فرجت، انا جبت لكي من بلاد بره. خلاص اتفقنا ان دي هتبقى اوضتنا؟ اه حلو قوي. اوكي. طب وهنا؟ هنا بقى نعمل اوضه الولاد، عايز اعمل لهم فيها الوان بقى على السرير وشويه حاجات كده، كنت بحب الحاجات دي وانا صغير، وعايز بقى كمان في البلكونه. يا عاصم لا ده عشان الولاد مش عشان والله